السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب فيكم حضورنا الكريم، جمهورنا الغالي، وأرحب كذلك بالسادة المشاهدين، وأرحب بنجوم هذه الليلة. أنا إن كان من كلمة فمن يستحق هذا المساء، ولتعذروني أنتم وليعذروني المشاهدين، هذا المساء كلمتي يستحقونها هؤلاء الرجال. إحنا اليوم في زد رصيدك نفتخر بأننا قدمنا منتج راقي للمملكة العربية السعودية والدول الخليج. هذا المنتج إحنا ما بقول عليه شهادة ضمان، لكن بالفعل إحنا نضمن إن شاء الله 20 سنة قدام أن هذا المحتوى قادر على صناعة السوشيال ميديا والمحتوى في المملكة العربية السعودية، سواء على الشاشة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أنا فخور جدا بهؤلاء 28 رجل، أنا سعيد جدا بكم، كنتم قد الهقوة، والليلة ليلتكم. ما أبغى أخذ من وقتكم كثير، لكن هي شيء في الخاطر. أنا أرى فخر أبائكم اللي قدامي الآن في الصف الأول بكم وبما قدمتم خلال الأيام الماضية، أعيدها وبكررها اليوم وبكرة و10 سنوات قدام. إحنا اليوم الحمد لله ختمنا برنامج زد رصيدك 8 بدون ولا خطأ يطلع على الشاشة. سابقا كانت تحت مظلة أعياد وسوالف، لكن اليوم إحنا مش أعياد، إحنا طلعنا بمحتوى نظيف وراقي للمشاهد وللأسرة العربية عامة. أيضا لا أنسى أن أشكر الجنود المجهولين في هذا البرنامج. دائما إن كان من إشادة فهي تجي للرأس وحده، ودائما إن كان من مدح فيأتي المدير وحده، لكن اليوم شايفين أنا جالس حط رجل على رجل قدام، هناك جنود خفية في هذا المكان على يميني وعلى يساري. شكرا لهم، شكرا لفريق الإعداد بقيادة الأستاذ مشاري العتيبي والأستاذ عبد العزيز العصيمي، شكرا لأيضا فريق الفني بقيادة الأستاذ أسامة صلاح، شكرا لطاقم المقدمين الضخم الكبير اللي كان معنا، النجوم الرائعين اللي ساهموا في نجاح هذا البرنامج. البرنامج نجاحه عبارة عن تراكمات، هذه التراكمات احنا حرصنا على ان نولفها من البداية، الحمد لله وفقنا. اليوم حنا في ختام حفل ناجح جدا، شكرا للجميع. انا والله ودي اذكر الاسماء بس كل اذن الفجر، لكن والله شكرا، شكرا من الاعماق لكم. هذا النجاح ثمرة جهد الجميع وكذلك المشاهدين والحضور. أبختم شكر خاص لمنصة شاهد، هذه المنصة اللي أثمرت شراكتنا معهم على أننا قدمنا زد رصيدك 8 بشكل مميز وراقي، طورنا مواهب أبنائنا على مستوى الخليج الوطني. بإذن الله تعالى سنسعى ونسعد أن يكون هناك شراكات قادمة بحول الله تعالى، وأيضا نصدر مثل هؤلاء النجوم للوطن العربي وبرامج مميزة بحول الله تعالى برفقة منصة شاهد. شكرا لكم حضورنا الكريم، استمتعوا بما يقدمه نجومنا الليلة. أنا جدا فخور وواثق. الله يعزك يا صاحبي، الله يعزك، الله يعزك، الله يعزك، الله يجزاك خير. أمانة لا تعليق، أنا أكتفي بالختام لا تعليق. هؤلاء رجال باختصار، شكرا لكم.